كما شهد حي الأسمرات تدشين مبادرة كتف في كتف لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بالمنطقة، وتم خلال الحفل توزيع 2000 كرتونة غذائية وطني لحوم و2000 قطعة ملابس. ومن جانبه أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.